محمد صلاح حاول أن أفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم. تضامن توضح حقيقة تقاضي محمد صلاح أجرا مقابل إعلان مكافحة المخدرات. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة. محمد صلاح حاول أن أفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم. كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في ضم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي مع اقتراب موعد انتهاء عقد اللاعب مع ريدز. وطرحت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية عن محمد صلاح العديد من الأسئلة، أهمها هل سيكون صلاح على مقربة من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، أم أنه سيبقى في أنفيلد، أم أنه سيتجه لدوري جديد؟ وقالت الصحيفة إن برشلونة جعل محمد صلاح الهدف الأول على مهاجم بايرن ميونخ ليفاندوسكي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة أنه لم يتوصل بعد الاتفاق الأخير مع إدارة ليفربول، تاركا الباب مفتوحا أمام الأندية الأخرى. وأكدت الصحيفة أن أليكس ماكليش المدير السابق بالدوري الإنجليزي الممتاز توقع في تصريحات سابقة أن البرازيلي روبرتو فيرمينو قد يتطلع لمغادرة ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية بعد استبعاده في العديد من المباريات، بالإضافة إلى أن ديوغو جوتا وليوس دياز وفيرمينو ليسوا من ضمن خيارات يورجن كلوب الهجومية. وقد يبحث اللاعب البالغ من العمر 30 عاما عن تحدي جديد في مسيرته. التضامن توضح حقيقة تقاضي محمد صلاح أجرا مقابل إعلان مكافحة المخدرات. كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي حقيقة حصول محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي على مقابل مشاركته في إعلانات الجمعية الأهلية، مؤكدة أن الفنانين والرياضيين لا يتقاضون مقابل عن تلك الإعلانات. واستشهدت الوزيرة بالنجم صلاح قائلة لا يتقاضى أجرا مقابل مشاركته في إعلان حملة مكافحة تعاطي المخدرات، ووجهت الشكر له على ذلك. جاء ذلك تعقيبها على كلمات النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سوها سعيد عبد المنعم عضو مجلس الشيوخ حول اصطداح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلية وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة. أكد فرج عام الرئيس سموحة السابق مجددا إعادة مباراة إياب بتصفية كأس العالم بين مصر والسنغال. وفجر رئيس سموحة السابق مفاجأة بعدما أعلن أن مباراة مصر والسنغال ستعاد في قطر وبدون جمهور. وكتب فرج عمر في منشور عبر فيسبوك اليوم الجمعة: أحب أن أضيف مباراة مصر والسنغال لن تعاد فقط، بل ستكون فارقة في انضباط جميع مباريات المسابقات الإفريقية ونهاية مسيرة حكم المباراة مصطفى غربال ومراقب لجنة المسابقات الدولية. شكرا لكل من ساند العدالة وولهم الحكام الألمان والمراقب الأمني للمباراة. وقدم اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عما حدث في لقائه بالمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، وطلب اتحاد الكرة بإعادة المباراة. اتحاد الكرة يجهز ملفا جديدا لتصعيد أزمة مباراة السنغال للمحكمة الرياضية. بدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة التجهيز لملف جديد عن الأحداث التي صاحبت مباراة الإياب بين مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 استعدادا لتصعيد الشكوى للمحكمة الرياضية الدولية. وأكد وليد العطار المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الكرة إن قرار مجلس الإدارة سيكون تصعيد للمحكمة الرياضية الدولية إن قرار مجلس الإدارة سيكون تصعيد للمحكمة الرياضية الدولية حال عدم توافق قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مع شكوى مصر ضد السنغال بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة من تجاوزات الجماهير في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر. وأضاف العطار أن اتحاد الكرة لم يتلقى خطابات رسمية من أي جهة بخصوص ملف مصر والسنغال، موضحا أن كل ما يثار مجرد تكهنات. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الكرة أنه على تواصل دائم مع لجنة الانضباط بفيفا لمعرفة موعد الاجتماع لاتخاذ القرار والفصل في الشكوى التي تقدم بها الجمالية ضد السنغال، لافتا إلى أن حتى هذه اللحظة لم يبلغهم أحد بشيء. وتحدث وليد العطار عن المدرب المتوقع أن يقود المنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة قائلا: نفاضل بين أكثر من اسم مصري وأجنبي ولم نستقر على شخص معين، وسيتم اتخاذ القرار بشكل رسمي بعد عيد الفطر المبارك. أشرف صبحي عن شكوى مصر بشأن طلب إعادة مباراة السنغال ربنا يكرم.
تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن قضية مباراة منتخب مصر والسنغال والطعن المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم على نتيجة المباراة التي أقيمت في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022. وأكد صبحي في تصريحات خاصة خلال بث مباشر مع الوطن تعليقا على القرار المرتقب بشأن مباراة مصر والسنغال ومطالب الجانب المصري بإعادتها، ربنا يكرم إن شاء الله في شكوى مصر المقدمة. واستكمل وزير الشباب والرياضة حديثه قائلا: لكن في اتحاد كرة وفي اتحاد أفريقيا وكمان الفيفا إن شاء الله ربنا يكرم. وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية للمطالبة بإعادة مباراة مصر والسنغال في إياب الدور النهائي من التصفية الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وذلك اعتراضا على الأحداث التي شهدتها المباراة. وعلق محمد أبو الوفا في تصريحات سابقة لموقع الوطن سبورت عن الشكوى مؤكدا أن الفيفا لم يرد حتى الآن على شكواهم للمطالبة بإعادة مباراة السنغال، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد منهم حتى الآن للكشف عن الموعد النهائي لإعلان القرار. آخر تطورات ملف إعادة مباراة مصر والسنغال. كشف مصدر داخل مجلس اتحاد الكرة المصري عن آخر التطورات بشأن القرار المنتظر من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والخاص بشكوى مصر ضد السنغال والمطالبة بإعادة المباراة. وقال المصدر أن اتحاد الكرة يحاول التواصل مع مسؤولي فيفا من أجل معرفة آخر التطورات بشأن الشكوى. وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة مهتم بشكل كبير بهذا الملف نظرا لأهميته لدى الشارع المصري الرياضي، وشدد اتحاد الكرة سيعلن عن أي جديد سيحدث خلال الساعات المقبلة، خاصة وأن القرار من المحتمل عدم صدوره اليوم مثلما كشف عامر حسين في تصريحات أمس. ويجهز الاتحاد المصري لكرة القدم لأكثر من سيناريو حال رفض لجنة الانضباط إعادة مباراة مصر والسنغال. وبشأن السيناريو المنتظر قام مجلس اتحاد الكرة بإعداد ملف خاص للتقدم به للمحكمة الرياضية الدولية للتصعيد في شكواه ضد السنغال والمطالبة بإعادة المباراة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: هل من الوارد فوز ليفربول بالدوري؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.